كيف ترحل امرأة مع أطفالها المساء الساعة 9 على منطقة ما لهم حدا يا أستاذي؟ هذا ليس خطأ فردي أستاذي، هي سياسة ممنهجة. يا والله رجل يا والله رجل يا شبيرة 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 وبدفاع إنساني ديد وجداني ديد هبسنا نتا إسلامي ديد bunları kapıya koyamayız. Ama biz Beşar Esad'la da görüşme noktasında kapalı değiliz.